الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد أكدنا وسنظل نؤكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأنه لا بد للدين من وطن يحمله ويحميه، وأن الأديان لا يمكن أن تنشأ في الهواء الطلق، وأن الحفاظ على الأوطان من المقاصد الكلية للتشيع. وفصلنا ذلك في كتابنا الكليات الست التي أكدنا أن الوطن جزء من الكليات والمقاصد الضروية العامة التي يجب الحفاظ عليها، ولا بد للوطن من رجال يكونون على استعداد لأن يفتدوه بالنفس والنفيس، ولا يمكن أن نصف تضحيات أبطالنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل من يضحي بنفسه أو ماله أو جهده أو عاقه في سبيل عزة الوطن ورفعة شأنه بأقل من أنها تضحيات النبلاء الوطنيين الشرفاء. كيف لا؟ والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه في سبيل الله. ويقول شوقي: ولا يبني الممالك قد ضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا، وللأوطان في دم كل حر، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ويقول أحمد محرم: من يسعد الأوطان غير بنيها، من يسعد الأوطان غير بنيها وينيلها الآمال غير زويها، ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها، طاجوا بنجدته انقضاء شقائها وهو الذي بقعوده يشقيها. ويقول شوقي: لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا، نقوم على البناية ما حيينا، نقوم على بناء الأوطان وحماية الأوطان، نقوم على البناية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا جيل بعد جيل. الأوطان تحتاج إلى تواصل عطاء الأجيال لا إلى جيل واحد. لا يمكن لجيل واحد أن يدفع ضريبة الوطن وحده فقط ثم تأتي الأجيال الأخرى فتتكل على ما صنع الآباء. ليس الفتى من يقول كان أبي، ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. وكان عمرو بن الطفيل يقول: إني وإن كنت ابن سيد عامري وفريسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، وإذا قص الولد الخامل عن مجد الوالد النابه كان زما ونقصا وتقصيرا. فالولد من يسير على نهج أبيه في البناء والتعمير والفداء والتضحية. والأوطان والدول القوية هي التي تبني حضارة فوق حضارة وجيلا بعد جيل وعمرانا
بعد عمران هي التي تضيف، لا التي تعتمد على ما سبق من رصيد الأجيال السابقة. فالأوطان القوية والأوطان الشريفة والأوطان الأصيلة، ويتواصل عطاء أجيالها. الوطن لا يحتاج أحد ولا قرن واحد ولا عقد واحد. الأوطان لكي تبنى بناء حقيقيا وتتقدم تقدما حقيقيا تحتاج إلى مواصلة عطاء الأجيال. الآباء الأجداد يورثون الآباء، والآباء يورثون الأبناء. عمل من قبلنا فأكلنا، ونحن نعمل ليأكل ونزرع ليحصد من بعدنا. هكذا يقول شوقي: نقوم على البناية ما حيينا، نقدم لأوطاننا ما دمنا على قيد الحياة، فإن استشهدنا أو لقينا الله موتا ونعهد بالتمام إلى بنينا. وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المحمي حيا. هكذا تكون الوطنية الحقيقية. الوطنية عطاء، الوطنية فداء، الوطنية تضحية، الوطنية تواصل الأجيال. تراب الوطن ليحمى يحتاج إلى تواصل جهود الأجيال لحمايته وتضحيات الأجيال للحفاظ عليه. الدول لكي تبنى وتتقدم لا ينبغي أن يقف العطاء عند جيل أو عند زمن، ولا أن يتوقف بناء الحضارة عند جيل أو عند زمن، بل على كل جيل أن يؤدي ضريبته تجاه وطنه. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق يجب أن نعطي حتى يجد أبناؤنا وأحفادنا ما يأخذونه، فيذكروننا بكل خير كما نذكر أجدادنا وأسلافنا بعامر الحضارة. نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.